دمار شامل بحق قطاع غزة، مجاعة على الأبواب وسط تعنت إسرائيلي وقرار نادر لمجلس الأمن بوقف إطلاق النار وامتناع أمريكي عن التصويت. ده كان أبرز ما نقلته الصحف العالمية خلال تغطيتها للحرب في قطاع غزة واستمرار العدوان. خلينا نعرف تفاصيل أكتر من الكاتب الصحفي صلاح مغاوري، نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. صباح الخير على حضرتك يا فندم، وبعد التحية يعني خلينا نبدأ مع حضرتك من واشنطن بوست وقرار نادر لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بيدعم وقف القتال في غزة للسماح بدخول المساعدات، ده طبعا بعد امتناع أمريكي وهو نادر عن التصويت. لو حضرتك تعرفنا يا فندم عن كواليس ما تم في مجلس الأمن، النقاط المعدلة، نقاط الخلاف كانت فين؟ صباح الخير عليكم وعلى السادة المشاهدين. طبعا هو بالأمس كان قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2722 بشأن المساعدات الإنسانية لقطاع غزة. القرار حظي بموافقة 13 عضو من مجلس الأمن الدولي فيما امتنعت الولايات المتحدة وروسيا عن التصويت. طبعا حصل الكثير من الأشياء داخل كواليس هذا القرار قبل إصداره، أرجأ الإصدار لعدة مرات نظرا للتباين في المواقف خاصة بين روسيا والولايات المتحدة تحديدا. الولايات المتحدة كانت تعترض على وقف كامل لإطلاق النار داخل قطاع غزة، فيما كل الدول التي يعني كانت مشاركة في هذا القرار كانت يعني على اتفاق بأنه يجب وقف إطلاق النار تماما داخل قطاع غزة. روسيا اتهمت الولايات المتحدة بأنها يعني تحاول عرقلة وقف إطلاق النار، كما كانت هناك اتهامات أخرى. وفقا لهذا القرار مجلس الأمن الدولي يدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة لضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق وعلى أوسع نطاق، إلى جانب تهيئة الظروف لوقف الأعمال العدائية وقفا مستداما. طبعا القرار أيضا ينص على أن يقوم الأمين العام للمنظمة الدولية بتعيين منسق كبير للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار من أجل تسريع إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين في قطاع غزة. طبعا القرار هو المحاولة الخامسة لإصدار قرار من مجلس الأمن الدولي. القرارات الأربعة السابقة كانت الولايات المتحدة اتخذت حق النقض الفيتو ومنعت صدور هذه القرارات باستثناء قرار واحد يعني إسرائيل لم تلتزم به بل عارضته، إلى جانب أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اتخذت قرارين مهمين، أولهما وقف القصف قطاع غزة، إلى جانب أنه حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم. ده حظي ب يعني تصويت 173 دولة القرار الأخير. القرار الأول حظي بتصويت 153 دولة، لكن طبعا قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة تكون قرارات غير ملزمة يعني بعكس قرار مجلس الأمن الدولي، قرار ملزم لإسرائيل. طيب صحيفة فاينانشال تايمز الأمريكية أيضا وتقرير صدر منها بعنوان الأرض الخراب في أكبر مدينتين بقطاع غزة. الصحيفة الأمريكية قالت أنه على مدار 76 يوم من الحرب مع حركة حماس، الجيش الإسرائيلي نفذ واحدة من أكبر حملات القصف في التاريخ على هذا القطاع المحاصر. كلمنا أكثر عن هذا المشهد كما نقلته هذه الصحيفة الأمريكية. طبعا هو قطاع غزة يعاني الآن أزمة إنسانية طاحنة نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على هذا القطاع منذ يعني الاعتداءات تصل الآن إلى حوالي 80 يوما. القطاع يعني هناك حصار شبه كامل، تواجد للقوات الإسرائيلية كما تعلمون، انقطاع تام للكهرباء بنسبة تزيد عن 99%، إمدادات الطاقة، توقف كامل لمعظم المستشفيات عن العمل، المياه يعني القطاع يفتقر إلى وجود المياه، حتى المياه المحلاة بسبب عدم وجود الوقود لتشغيل المياه، إلى جانب أنه التهجير المستمر من الشمال إلى الجنوب ومن الجنوب إلى بعض المناطق الأخرى أدى إلى تعرض السكان المدنيين إلى يعني حالات أشبه بشبه تفشي للأمراض
طبعا هناك تحذيرات مستمرة من جانب منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأونروا للوضع المأساوي في داخل قطاع غزة الذي يعاني الآن من يعني احتكار كامل لمعظم سبل الحياة العادية، إلى جانب يعني ندرة المياه واعتماد السكان على شرب المياه غير النظيفة ومن الآبار التي تحوي نسب من الأملاح، إلى جانب حتى يلجؤون إلى استخدام مياه البحر بعد محاولات من جانب يعني محاولات بدائية للغاية للعمل على تخفيف نسب الملوحة. هناك وضع بائس داخل قطاع غزة، إلى جانب طبعا كما تعلمون أنه الآن عدد الشهداء يصل إلى 21,000 شهيد، إلى جانب أنه عدد المصابين يقترب من حوالي 54,000 مصاب، فضلا عن أنه تهديم البيوت على رؤوس سكانها أدى إلى أنه ما زالت هناك بعض الجثث التي لم يتم إخراجها حتى الآن، وهو ما يهدد القطاع أو سكان القطاع بمزيد من الأوبئة وانتشار الأمراض. فهناك بالفعل وضع كارثي للغاية يعاني منه سكان قطاع غزة. طيب أستاذ صلاح، خليني أروح مع حضرتك لسؤال طرحته فرانسيس بينال في الواشنطن بوست. السؤال كان: لماذا الشباب الأمريكي أكثر تأييدا للفلسطينيين من الأكبر سنا؟ وبتقول في مقالها: على مدى أكثر من شهرين من الحرب بين إسرائيل وحماس ظل الرأي العام حول الصراع يتغير باستمرار، ولكن كان هناك فجوة ثابتة بين آراء الأمريكيين الأكبر سنا والأصغر سنا. لو حضرتك تحدثنا يا فندم عن هذا المقال، وأيضا من وجهة نظرك ليه بالفعل في هذا التباين في الآراء؟ وطبعا حضرتك أشرت إلى نقطة مهمة للغاية. تقرير الواشنطن بوست أشار إلى تغير في اتجاهات الرأي العام خاصة بين الشباب، لأنه في بداية الأزمة وبعد عملية 7 أكتوبر كان هناك توجيه للرأي العام العالمي من جانب آلة الدعاية الإسرائيلية. طبعا آلة الدعاية الإسرائيلية اعتمدت في السنوات الماضية على أنه هي بتفبرك الحقائق وتنقل صورة مغلوطة وصورة غير واقعية لما يحدث على الأرض، وكانت يعني هي تجيد توجيه الرأي العام في الاتجاهات التي تريدها، وهي صناعة يجدها للأسف الشديد الإسرائيليون. لكن في هذه الحرب تحديدا فشلت آلة الدعاية الإسرائيلية في أن توجه الرأي العام يعني لأكثر من أسبوع تحديدا، لأنه نقلت صورة مغلوطة عما حدث في 7 أكتوبر، نقلت يعني حقائق مشوهة أو يعني أطفت بعض اللمسات التي اكتشف العالم أنها غير حقيقية وغير واقعية، كالصور التي حاولوا أن يعني ينشروها عبر وسائل الإعلام التي يمتلكونها، إلى جانب أنه كبار السن لديهم صورة نمطية وصورة ذهنية محددة، لكن الشباب يستقون معلوماتهم كما تعلمون الآن من العديد من المصادر، ولا يعتمدون على مصادر التلقين الروتينية أو التي كانت تعتمد عليها آلة الدعاية الإسرائيلية فيما سبق. فالشباب اليوم أو شباب الأمريكا أو الغربي تحديدا يستقي معلوماته من وسائل التواصل الاجتماعي وعبر يعني الأدوات المستحدثة، إلى جانب أنه اكتشاف أنه هناك أكاذيب وأضاليل تم تسويقها عبر هذه الأزمة. الشباب اكتشف ذلك، وشاهدنا بأنه المظاهرات التي خرجت سواء في الولايات المتحدة أو في معظم الدول الأوروبية كان معظمها من الشباب يعني على غير العادة. فأعتقد أنه هذه الصورة فشلت فيها إسرائيل فشلا ذريعا في أن هي توجه الرأي العام كما كانت تريد وكما كانت تسعى. فأعتقد أنه ما نشر في صحيفة واشنطن بوست في هذا الإطار حول تغير في اتجاهات الرأي العام تجاه ما يحدث في قطاع غزة والمطالبة بوقف الحرب على قطاع غزة، وأن هناك انتقادات شديدة للحكومة الإسرائيلية وانتقادات لما يحدث على الأرض، كلها إشارات تشير إلى أنه بالفعل آلة الدعاية الإسرائيلية قصرت هذه الحرب. صحيح. التايمز البريطانية يعني ربما سلطت الضوء بشكل أكبر على الأزمة الإنسانية، وكشفت في تقرير خاص ليها نقلا عن الأمم المتحدة عن تزايد خطر المجاعة في قطاع غزة كل يوم مع استمرار تفاقم الوضع الحالي المتمثل في الأعمال العدائية المكثفة تقييد وصول المساعدات الإنسانية. أوضح التقرير الصادر عن التايمز أن 90% من سكان قطاع غزة البالغ عددهم في الأصل 2,300,000 نسمة يعانون من أزمة جوع، بما في ذلك نحو 40% منهم. وقال أن هؤلاء مصنفون على أنهم في حالة طوارئ،
وأن 15% في حالة توصف بالحالة الكارثية. كلمنا عن التفاصيل يا فندم. هو طبعا كما تعلم أنه قطاع غزة هو قطاع محدود المساحة للغاية 360 كيلومتر مربع. هذا القطاع يعتمد في معظم يعني احتياجاته على الاستيراد من الخارج باستثناء بعض الزراعات البسيطة التي تمد سكان القطاع ببعض احتياجاتهم وليس كل احتياجاتهم. طبعا كل المؤشرات والإشارات الصادرة عن المنظمات الدولية سواء منظمة الصحة العالمية أو وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين تشير إلى أن هناك بالفعل أزمة إنسانية طاحنة ووضع مزري. نسبة يعني 93% من حجم أو عدد السكان نازحون من مناطقهم الأصلية إلى مناطق أخرى تعاني من استهلاك غير كافي من الغذاء. تحديدا الغذاء وصل إلى يعني مستويات متدنية للغاية إلى جانب أنه أسعار مبالغ فيها جدا. الأمر الذي دعا عدد من المنظمات الدولية إلى أن تحذر من أن قطاع غزة إذا ما استمر على هذه الوتيرة سيعاني حالة طارئة للغاية مع قدوم شهر فبراير المقبل وأنه الغذاء لن يكون متوفر. يعني الوضع كارثي بكل تأكيد في قطاع غزة. بشكر حضرتك جزيل الشكر كاتب الصحفي صلاح مغاوري نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم.